وحوش-راب.com. كده يا جماعه انا مش عايز اغني على اللحن ده يا عم، ده لحن جبار. اه والله مش عايز اغني على اللحن ده. دليله الليله من هنا ب 60 جنيه. سمي سينج انتو رودي مول هير ان اور استوديو. This is our style 07. بيقولوا عني انا محدش قدك انت، محدش قدك انت، محدش قدك انت. اه صحيح، ده انا اللي ماسك الحته، انت اللي ماسك الحته، انت اللي ماسك الحته. انا جي ربل جي، كل شيء عندي يجي لي ماي جي، روح نجيبه ويجي. ايوه هالخطر يحب الاتحاد. من يوم انا صغير كنت اتحرش في الاولاد، صح اني قصير قصير بس خطير، الشيء احطه في راسي انا يصير. عظمه على عظمه يا معلم، شبابي غاروا مني لان البنات حولي كثير استمتعوا ولا معشني. لو كنت لعب حديد انا العب بلياردو، المركز الاول في كل شيء دايما انا اخذه. اسمع مني النصيحه، عبارتي صريحه، اذا كنت غبي اكتب نفسك وانت صغير. اطير بالجنه ولا تكون احمر في الارض، الطول ضرب العرض يساوي حجم الدايره. خذ الدنيا بالعبق زي ما هي معانا سايره. 1 2 بكلاش ولا جروب، 3 4 لاحلى جمهور، 5 6 عرفني لا شوزن ها، اسمعني وانا غني وابدا فني على اللعن ذا. ارتبوا ادسكسوا افرمتوا افنن النهاية والنهاية بقلبي ذا بكيفي. انا اقدر اشفروا لانه رتبتي انا بين الشلة كولونيل، فوق كيف في كوكبين بلوتو ومشتري. احب انا البيع مستحيل انا اشتري، عبقري امشي بشكل لولبي، احب القهقهة والواحد سخيف على طول انا كرهة. ادخن 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 انا مدمن نيكوتين، هي خلاص انا صوتي رقيق وكله احساس. تستكل تستكل جو 1 2 برا، هذا صوتي الحين اكيد سمعتوه. اهم شي الاخلاق وابعد عن النفاق، وان كنت واحد مكدش لا تنسى الحلاق. فعلان فعلان انا عندي سؤال وابغى جواب بالحال. قطار يمشي بسرعة 1 كيلو بات، فكم اسفور بالشجرة اذا كان البنسي بيع. امسك اللحم لا يطيح لا يطيح شي، معكم بابا بابا بقس بي يغني ها يغني من هون ها on a motherfucking microphone. ارفع السماعة سمعت التليفون تين تين تون، ان الهاتف المطلوب لا يمكن اتصالوا به. انت به افتح تلفزيون اسمع شو يقولون. في اللي فاز على الذهبي حاس في اولى الجمباز. قهوة اشرب شيشة خفيف وزني انا وزن الريشة. انا من الرشاقة وهذه الحقيقة، انا من الرشاقة اسابق الصقر، اسوي غرز انا من بين قطرات المطر. خطر انك تشرب حليب اشرب لك كوكا كولا، ركز واسمع للكلام اللي اقوله. لو كان حبيبك عسل جيب خز وغمس، لا بد تكون متمرس فكل الفول المدمس. حط عليه زيت لا تندم على اللي فات وتقول يا ليت. يا ما انا عانيت لما كنت انا صغير، كنت اطلع الديناصورات كنت انا خبير. تخيلوا معي لو الحمير يطير اي نعم تطير وتصير تسبب زحمة في السير. تبغى تلعب على مين؟ انا من قبيل اني واحد من المجانين، احب الكوجي كوجي وروح كعابي لين الصين. العيون الكوجي كوجي كوجي قاسي عندي لين، في الصين قابلت بروسلي وهو يحاول يجرد الباكي كان. صدقني لو مشيت في الصحراء اسبوع اكيد بتموت عطشان. اسمعني يا مستمع ممكن اقيس من سوى ذكائك، غمض عين وقفل عين والحين وش تشوف قدامك. انتبه امامك منعطف خطر، يبعد عن مكان انا فقط 1 مللتر. ارتفعت الاسعار وتغيرت الاحوال، حتى علبه بيبسي ابو ريال صارت تنباع بريال. والطالب ذاك دروسه وحتى البيض صرنا نقليه. ما سمعت المثل اللي ما يعرف ليجند كيلر فيه؟ انا رصيدي في البنك كلها 3 كولمي في الجوال، 7 منها متسلفه الساعه 9 يا رجال. الساعه فيها عقارب تلسع زي الكهرباء، انتبه ان السياره تعود للوراء. هي انت بتستني يا ابوي، انا رجل مهم على انتخابات. اي رجل مهم يا عم انتخابات. هذا قسم في الانتخابات، يلا بسرعة انتخبوني. تقول لي ليش انتخبك، تقول لي ما تستاهل، بوضح لك كل شيء لكي لا تكون في الصورة جاهل. تدري لما اجري ابدا امشي على الموية، تدري اكل مكرونة بدون ما احط صويا. هذا الدكتوراه هو بعض المهارات، لا تنسوا اني انا اتكلم 5 لغات. عربوية شرقوية رياضية اجتماعية ثقافية، وفوق ذلك اتكلم انجليزي. انجليزي يا عزيزي لا تستغرب تراني ذكي، الذكاء طبع فيني. السخونة مضرة فيفا دول، انا قلت فيفا دول ما قلت فيفي. عدتو كل واحد يشيل يده من المكان اللي فيها.
همهم شنقم برصاص حتى الاعلام مع الاعمال الشاقه امامي ارى ناقه امشي باناقه خطوه ورا خطوه يدم بيد نبني المستقبل معاه الـ NBC يدم بيد نبني المستقبل والـ NBC وانتخابات برا برا قدرت شخصيه مهمه في المجتمع زي كذا اهلا بك يا عمر وكان الامر بيدي بغير كل الماضي فين رايح يا سيد فكك من الهرجه الفاضي تبغوا شيء جديد يشيل عننا الاحلام ما دام هذا اللحن من احلى الالحان طيب نو جريد فوق سبوك فوق فوق وانس اجين يوم اتكلم عن مايك لازم تسمعني زين انا متكي مع العيال ما علي في اي مين واللي يبغى عندي يا شديد يجين الحين لا 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 يجين الحين لاني رايح مع العيال رايحين نلعب سله وانا نحن فله ولا نرمي كله ما تدري يا الحبيب انه فلسطين محتله ما ندري ايش العله بس حبيت اوصل شيء المهم ان احنا فله داري ما عندي سالفه كل الناس عارفه انه دولار في انخفاض مره رحت الرياض عشان ازور الاهرامات الناس قالوا لي سلامات برج ايفل في الرياض ما فيها الاهرامات طيب وانا مالي فكوني في حالي اقول لكم شيء شيلوا المايك من قدامي شيلوا هو المايك قروشتنا